طيب نروح لبيراميدز النهارده برضه، وتعادل مع فريق عزام يونايتد بطل تنزانيا. والنهارده كان في مباراه فيها احتكاكات وتخبيط كتير النهارده، محمود وادي واسلام عيسى الاثنين اتعوروا. خلينا برضه نشوف كده تشكيله نادي بيراميدز في المباراه مع عزام يونايتد بطل تنزانيا. النهارده شريف اكرامي، طبعا انتوا عارفين كابتن ايهاب جلال هو المدير الفني لبيراميدز، شريف اكرامي في حراسه المرمى، اسامه جلال وعلي جبر في قلب الدفاع، احمد فتحي ناحيه اليمين، محمد حمدي ناحيه الشمال، نبيل دونجا واحمد توفيق في نص الملعب، ورباعي هجومي بالنسبه لبيراميدز رمضان صبحي، ايريك تراوري، اسلام عيسى، وابراهيم عادل. النهارده كان يعني شادو سترايكر او مهاجم بالنسبه لفريق بيراميدز. بصراحه ما اتفرجتش على ماتش بيراميدز، هنتفرج كده على اللقطات كده مع بعض. ان كان المباراه في نفس توقيت مباراه الزمالك وتذكر، كنت بتفرج على ماتش الزمالك وتذكر، دي فرصه كده لفريق عزام يونايتد، ولكن تصدي شريف اكرامي، وتصدي رائع من شريف اكرامي. على فكره شريف اكرامي النهارده وصل ل 99 مباراه افريقيه بالنسبه لشريف اكرامي مع النادي الاهلي ومع بيراميدز، 99 مباراه افريقيه. ملعب حلو، انا شايفه طبعا الارضيه كويسه، وبرده نتيجه مقبوله من فريق بيراميدز. تتصدي برضه لشريف اكرامي، تصدي رائع جدا. حصل اصابات زي ما قلت لكم النهارده، اسلام عيسى اتعور خرج، نزل محمود وادي، وبعدين محمود وادي اتعور نزل مكانه دودو الجباس. ده ابراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز. دي واحده بالعرض كده، لكن بيطلعها دفاع يعني. دي لقطات من مباراة بيراميدز وعزام يونايتد، وطبيب النادي بيراميدز الدكتور مصطفى المنيري قال النهارده إصابة إسلام عيسى بجرح قطعي وشرخ في عظمة الأنف، وجرح طولي وقطعي في عين محمود وادي. محمود وادي اتعور اصابه ثقيله شويه جوه العين، جرح كده جوه العين، فبنقول لهم الف سلامه طبعا، لكن نتيجه برضو مقبوله بالنسبه لفريق بيراميدز وللنادي المصري، وان شاء الله يقدروا يتخطوا بيراميدز، يتخطى عزام يونايتد التنزاني هنا في القاهره، وايضا فريق المصري باذن الله يتخطى فريق سلطات الموارد الاوغندي في اسكندريه في مباراه العوده باذن الله.